راسي خالص. تمام. فدايما لما تلاقي حد اصلع تلاقي الجزء ده اللي قدام ده اللي بتشيلي منه ولا الدونر. ده هنا بنرسم؟ لا هنا احنا بنرسم، دي بدايات الزراعه، بنبدا الاول بنرسم قبليها. تمام. نحدد هو عايز ايه وبعدين نبدا نرسم عشان شكل رسمه. ويا ريت لو هو بيبقى جايب لنا صوره او لو هو عايز حاجه معينه. هو مجرد ان احنا بنقول ارفع قورتك لفوق، تمام، او ارفع حواجبك لفوق، تمام، يبدا يظهر عندي اللاين بتاع فروه الراس. طبعا بنبدا نرسم الاول قبليها، بعدين بيبدا مرحله البنج. بعد البنج بنبدا ان احنا ناخد البصيلات اللي بره، بعدين تتحط يتعمل لها زي فلتره، ناخد منها البصيلات الكويسه ونسيب طبعا البصيلات الوحشه. اللي هي الوحشه يا جماعه اللي هي بتبقى الشعر، البصيله طالعه فيها شعرايه واحده دي لو اتزرعت كده كده هتقع وخلاص. تمام. وبنبدا ان احنا نفصلهم، بعدين بنبدا في مرحله التخريم، ان احنا نبدا نخرم مكان اللي احنا هنزرعه، وبعدين نبدا نحط البصيلات. وبتبقى الشعره في الاتجاه الشعرايه. دي في مرحله التخريم بنبدا ان احنا نعرفها. يعني بنسال كمان، في بعض الناس بيبقى عايزه الشعر، طبعا لو بنات مثلا لا بيبقى عايز شعر راجع لورا، فكل ده احنا بنتحكم فيه. وانتي مجرد ما زرعتي الشعرايه خلاص طولت ولا بياخد وقت؟ لا بصي بقى يا راني، هو لازم الشعر اللي اتزرع ده لازم يقع. تمام. ويطلع مكانه بقى الجديد. الشعرايه مش البصايله يا جماعه. او بتقع بعد قد ايه وتبتدي في خلال الثلاث شهور؟ ثلاث شهور تقع، في خلال الثلاث شهور بنبدا نلاقي جزء وقع والتاني بيطلع وهكذا لغايه ما يعدي علينا الدوره دي. طب هل اتجاه الشعرايه ده انت بتحدديه يا رندا بالتكنيك اللي انت بتحطي بيه الشعرايه؟ بالظبط. يعني بحطها بميل كده فتقوم تطلع كده؟ بالظبط. طب انا بقول لك يا مها، لا خلاص الموضوع كده عدى معانا. هسألك سؤال. انا دلوقتي واحد بيستضيفيني واحد دلوقتي مثلا الصلع شعره كان هنا وبعدين ابتدى يرجع لورا يرجع لورا، انت جيتي رسمتي الحته دي. تمام. طب ما هو ده لسه هيرجع، هيبقى مقلم بقى. لا الله. في بعض الناس فعلا بضطر ان انا ازرع واحقن. برافو عليك يا رانيا. اشمعنى؟ فعلا عشان هو بعد كده ده هيقع، بس هو ستيل دلوقتي في بصيلات شعر. طب هل انا مثلا هاجي في الزرع اقول له طب انا هشيل لك دول وازرع لك عشان كده كده دول هيقعوا؟ ما ينفعش طبعا. البصيلات دي موجوده، يبقى اعمل ايه؟ اعمل الكوكتيل بتاع الصلع الوراثي، اركزه على المنطقه اللي ورا دي طبعا. تمام. وازرع عادي الجزء اللي قدام. طيب يعني في بعض الناس لازم الاثنين كده كده هيجي يزرع برضو يعني. طبعا مش هو عايز الجزء اللي قدام، ما انا بسال. لا يعني قصدي الحته بقى اللي هو وقف عندها. تمام. هتوقفي ولا هنوقف على كده؟ تمام. وهنحقنها.